التقنية، وبدأوا يعني يأكلون البلدان قطعة 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 شوي شوي. إيه استولوا على مسقط، استولوا على جلفار، استولوا على الساحل، كله استولوا على البحرين، يعني سووا لهم دولة، يعني دولة كبيرة طويل العمر. إيه شو أصلهم هذول؟ حرامزة. إيه بلوش. طب بلوش من وين؟ بلوش عرب. بلوش عرب، هذا أصلهم بلوش عرب، عيال محمد. ومحمد اسمه محمد الدرامكة، والإيرانيين قالوا هذا والله الدرامكة يعني ضارب الدرهم، أي ضارب الدرهم يعني. وأنا ما أعرف أني ذكرت، كنت في البرتغال وطلعت هذه الوثيقة، يتكلم طورون شاه ملك هرمز يقول عن أجداده من وين يو، قال إحنا جينا أصلا من 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 جينا من أواسط الجزيرة العربية، وجينا إلى ساحل، إلى ساحل يعني ساحل عمان اللي هو عند المضيق. يعني وصلوا إلى الساحل، أتذكر البلدة اللي قلهات. نعم. إلى بلدة قلهات، قال من الداخل إلى قلهة بلدة قلهات، هذا يقول جد كان يقول هذا الكلام. أنهم أصلهم من الجزيرة العربية، من العربية ومن عمان. يقول قلت لأصحابي، هو يقول قلت لأصحابي جماعتي أن تشوفون البر الثاني. نعم. قال لنا أجداد ذهبوا إلى هناك وعملوا ملك لكنهم زالوا، ضيعوا الملك، أنا أعيد هذا الملك، هكذا كان يقول. ومن يكون يقصد؟ يقصد ابن مالك بن فهم، لما حصل حكايته مع أبوه طردوه أخوته وراح وعمل دولة هناك يعني. هكذا القصة، وهذه بعيدة، لكن هذا أصلهم، أصل البلوش، هؤلاء الناس أصل عربي، عرب أبناء عيال محمد مثل ما اسمه يقولوا عيال محمد. مين محمد؟ وهذا محمد، محمد الدرامكة، هي هذا اسمه هكذا. وعملوا دولة كبيرة، وأنا يعني عندي شهادة وعندي وثيقة.